سوناتراك هي اللي رايحة تنجز مدرسة هذه السنة في الشمائرية، ومدرسة معها يعني المطعم بتاعها معها كل ما يستلزم، ويعني خص لها تقريبا 16 مليار سنتيم من أجل بناء هذه المدرسة. هذه اللي رايحة تكون مدرسة نموذجية على مستوى يعني الشمائرية. والسنة القادمة إن شاء الله سيقدم كذلك إعانة مدرسة ثانية سنقوم يعني ببناء على مستوى منطقة أخرى نحددها نحن حسب الاحتياجات تاع الولايه. فشركه سوناتراك بالفعل يعني هي شركه تاع مواطنه.